ما أجمل كل هذا. هنا كل الناس سواسية، نفس الغاية، نفس اللباس ونفس اللون. فعلا لون أبيض للجميع، لون السلام، لون الحج. هنا لا فرق بين الغني والفقير، بين الأبيض والأسود، بين القوي والضعيف. أنت على حق يا أخي، وكلهم جاءوا من جميع أنحاء العالم بحثا عن المغفرة. لست ملهما مثلكما، ولكن رغم أني شاهدت الطواف والكعبة والحجر الأسود مرات عديدة، كل ما أراه وأحس به الآن جديد بالنسبة لي. لحسن الحظ سنصور كل شيء عن قرب. انظر يا عصام، هناك وراءك إلى اليمين هو ياسين. ياسين يا ياسين، كم أنا سعيد للقائكما من جديد. ها نحن جميعا مرة أخرى. نعم، وهذه المرة في مكة المكرمة. أقدم لك الشيخ محمدا، هو من دكة، تعرفنا إليه هناك وجئنا للحج جميعا. تشرفنا. أنا من هنا، إذا كنت في حاجة إلى شيء ما فاطلبه مني دون حرج. شكرا على مجاملتك يا ياسين. العفو يا عصام، أنت وأمين محظوظان، كلما سافرتما إلى مكان ما تعرفتما إلى أناس طيبين ومثقفين. أنت على حق، ولله الحمد والشكر على هذا الحظ. وهل ستشتغلان أيضا؟ طبعا، نحن هنا لإنهاء عملنا. إذن بعد الحج ستعودان إلى عمان؟ نعم إن شاء الله. لا شك أنكما مشتاقان إلى أهلكما. أكيد، أنا مشتاق إلى أهلي وبيتي وأصدقائي في عمان. وأنا أيضا، كلما اقتربنا من عمان أحسست بشوق أكبر. ويصل الحجيج لأداء الركن الرابع من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة. بعدها يتحلل التحلل الأخير، وبذلك تنتهي المناسك، ويتوجه كافة الحجاج إلى الله تبارك وتعالى، داعين أن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، ودعاءهم مقبولا، وأن يعيدهم الله إلى أوطانهم. هل أنت مستعد يا طارق؟ نعم. هيا بنا إلى المسجد إذن. انظر إلى هذه الصورة. البيت الحرام، أنا أذكره جيدا. وكيف سافرت إلى هناك؟ سافرت راجلا. راجلا؟ نعم، ووصلت تعبا جدا، ولكن التعب ما كان مشكلا، كنت شابا قويا. هل هناك من يسافر راجلا حاليا؟ لا أظن، الآن هناك كثير من وسائل السفر. ومتى سنذبح الخروف؟ كالعادة بعد صلاة العيد. بسم الله والله أكبر. عيدكم مبارك سعيد. اللهم اغفر لنا. ما أجمل كل هذا. هنا كل الناس سواسية. ما أجمل كل هذا. هنا كل الناس سواسية. هنا لا فرق بين الغني والفقير. هنا لا فرق بين الغني والفقير. كلهم جاءوا من جميع أنحاء العالم بحثا عن المغفرة. كلهم جاءوا من جميع أنحاء العالم بحثا عن المغفرة. كل ما أراه وأحس به الآن جديد بالنسبة لي. كل ما أراه وأحس به الآن جديد بالنسبة لي. لحسن الحظ سنصور كل شيء عن قرب. لحسن الحظ سنصور كل شيء عن قرب. كم أنا سعيد للقائكما من جديد.
كم أنا سعيد بلقائكما من جديد. ها نحن جميعا مرة أخرى تعرفنا إليه هناك وجئنا للحج جميعا. إذا كنت في حاجة إلى شيء ما فاطلبه مني دون حرج. شكرا على مجاملتك يا ياسين. كلما سافرتما إلى مكان ما تعرفتما إلى أناس طيبين ومثقفين. لا شك أنكما مشتاقان إلى أهلكما. هل أنت مستعد يا طارق؟ هل هناك من يسافر راجلا حاليا؟ الآن هناك كثير من وسائل السفر.